السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن العدوان على قطاع غزة. ونناقش اليوم تهديد الاحتلال للمرضى والكوادر الطبية في مجمع ناصر الطبي واستهدافه للمشافي في القطاع، في وقت يزداد فيه الرفض الدولي والأممي لعملية عسكرية في رفح وعمليات تهجير الفلسطينيين. وينضم إلينا في هذه التغطية عبر سكايب من اسطنبول الدكتور محمود الشجراوي أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين، وعبر سكايب من بيروت المحامي في القانون الدولي الدكتور طارق شندب، وعبر الهاتف من اسطنبول الباحث في مركز أبعاد للدراسات الأستاذ إياد جبر. أهلا بكم ضيوفنا الأكارم. فاصل قصير ثم نتابع تغطيتنا. أهلا بكم إذن مشاهدينا الكرام. لعلي أبتدأ مع الأستاذ إياد جبر الباحث في مركز أبعاد للدراسات. أهلا بك معنا أستاذ إياد. أستاذ المشاهدين وضيوفك الكرام جميعا، حياكم الله. أستاذ إياد، يعني البنتاغون يؤكد في تصريح جديد مساعدة إسرائيل للقضاء على حركة حماس، كيف نفهم هذا الموقف الأمريكي وتضاربه مع التصريحات حول الجهود الأمريكية لوقف إطلاق النار في غزة؟ من عافية. بداية، الموقف الأمريكي لم يتغير في تصوري. أعتقد أن الإدارة الأمريكية تسعى جاهدا إلى الوصول إلى هدنة، ولكن هذه الهدنة ليست طويلة، بمعنى هي تمرير مرحلة من أجل الوصول إلى انتزاع ورقة مهمة من يد المقاومة، من يد حركة حماس، وهي المتعلقة بالأسرى أو المحتجزين. خصوصا هذا يظهر بشكل واضح في تصريحات القيادات السياسية الأمريكية حول الوصول إلى تبادل أسرى. الإدارة الأمريكية لا تتحدث عن وقف إطلاق نار في قطاع غزة، هذا المصطلح لا يتم استخدامه بقدر ما يتم التركيز على عملية تبادل أسرى، وهذا يخدم بالدرجة الأولى الحكومة الإسرائيلية، الحكومة الصهيونية بقيادة نتنياهو. نتنياهو يسعى جاهدا إلى تخفيف الضغط الداخلي عليه وتمرير مرحلة، خصوصا أننا مقبلين على شهر رمضان المبارك، ومعروف أن هذا الشهر يشهد توتر كبير في الأراضي الفلسطينية وفي مدينة القدس ومسجد الأقصى على وجه الخصوص. في هذه المرحلة يستسعى كافة الأطراف بما فيها الأمريكية إلى تمرير هذه المرحلة، وهذا يظهر أيضا في المباحثات الجارية في العاصمة المصرية القاهرة. كافة الأطراف المختلفة سواء الإقليمية أو الطرف الأمريكي، الجميع يركزون على تبادل الأسرى وهدنة مؤقتة، بينما ترفض حركة حماس هذا الطرح كون المطلوب فلسطينيا هو أولا وقف إطلاق النار، وهذا ما يعقد المفاوضات حتى هذه اللحظة ويعقد الوصول إلى 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 هذه الهدنة المفترضة أو التي تسعى إليها كافة الأطراف. من جانبه يحاول نتنياهو أن يستثمر أو يوظف الوضع الإنساني من أجل الضغط على المقاومة من خلال التهديد باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وهذه المدينة التي تحتضن نحو 1,400,000 نازح فلسطيني قادمين من الشمال ومن وسط وجنوب قطاع غزة. نتنياهو يحاول يضع الخطط المختلفة، لكن ما يواجهه في هذه المسألة يكمن في أن هنالك يعني معارضة دولية. المعارضة ليس الهدف منها وقف الحرب، ولكن لديها بالتأكيد لهذه المسألة ارتدادات على المستوى الإقليمي وارتدادات على المستوى الدولي، وهنا الإدارة الأمريكية تسعى بشكل أو بآخر إلى وجود خطة معينة من أجل يعني عدم يعني التعرض لأي ضغوط مستقبلا على مستوى الرأي العام أو انتقادات ربما توجه لها، خاصة وأن جيش الاحتلال الصهيوني لا يفرق بين المقاومة والوضع الإنساني، بل بالعكس يستخدم البعد الإنساني من أجل الضغط على المقاومة والشعب الفلسطيني عموما، خاصة وأن لديه مخططات واضحة في هذه المسألة، يحاول أن يستغل هذه الحرب من أجل تحقيق مكاسب على المستوى الديمقراطي. طيب، على مستوى القضية الفلسطينية بشكل عام. نعم، أنتقل بسؤال هنا لدكتور طارق شندب الناشط في حقوق الإنسان والمحامي في القانون الدولي. أهلا بك بداية معنا دكتور طارق.
قانونيا كيف تقيم ما يجري في مجمع ناصر الطبي في مرحلة الحصار ثم الاقتحام كما تعلم؟ يعني إلى أي مدى تكرس الإبادة، يعني هذه التصرفات إلى أي مدى تكرس الإبادة الجماعية في قطاع غزة المدانة ويعني المعبر عنها بأبشع الصور بمحكمة العدل الدولية؟ شكرا لك. صحيح، تستمر دولة الكيان الصهيوني الغاصب إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني وجرائم ضد الحرب وحتى جرائم ضد الإنسانية، وهي من أبشع الجرائم على مستوى القانون الدولي. استهداف المستشفيات، استهداف مستشفى ناصر أخيرا، الاستمرار باستهداف المستشفيات بشكل دائم والمستوصفات والمدارس، وبالأخص نتكلم هنا عن المستشفيات، هي جريمة حرب بكل من الكلمة من معنى، وهي جريمة حرب عمدية تعتمدها قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال عملية الإبادة الجماعية التي بدأتها في قطاع غزة في كل مناطق غزة، تأتي ضمن كذلك استهداف البنى التحتية، استهداف أي مقوم من مقومات الحياة من مستشفيات، من مدارس، من ملاجئ، من سبل للعيش، وجعل المنطقة محروقة تماماً أو منطقة غزة، ويأتي هذا الاستهداف لاستكمال العملية الإجرامية التي تكلمنا عنها، وهي جريمة تعتبر جريمة ضد الإنسانية وتعتبر كمان جريمة حرب استكمالاً لجريمة الإبادة الجماعية. للأسف ما زال المجتمع الدولي حتى اللحظة مقصر في محاكمة إسرائيل وفرض طرق عبر الطرق القانونية عليها وقف هذه العملية الإجرامية بالرغم من قرار محكمة العدل الدولية الذي يفترض أن تقوم إسرائيل ضمن الشهر على هذا بتقديم طلب أو تقديم لائحة إلى محكمة العدل الدولية عن ما ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني وعما فرضته محكمة العدل الدولية عليها، ولكن يبدو أن إسرائيل ومن يدعمها غير آبهين بالقانون الدولي ولا بمحكمة العدل الدولية، لذلك تستمر إسرائيل بهذه الجرائم وبالأخص بحق المستشفيات. دكتور طارق، يعني حتى ذهب البعض، لا أعلم إن كنت توافقه بالرأي أم لا، ذهب البعض إلى أن إسرائيل ربما تنتقم من هذه القرارات، قرارات محكمة العدل الدولية بهذا التصعيد وعدم المبالاة، هل تتفق مع هذا الطرح؟ ظاهر، يبدو ظاهرا وطبيعي جدا أن تقوم إسرائيل بذلك بسبب سياسة الإجرام التي تنتهجها وعدم احترام هذا القانون الدولي طوال مدة 70 سنة، ومن بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بحق دولة الكيان الصهيوني إسرائيل، إسرائيل رفعت وتيرة الإجرام واستهداف المستشفيات بالذات، وما حصل في مستشفى ناصر أخيرا هو أكبر دليل. إسرائيل غير آبها بمفهوم القانون الدولي ولا بمفهوم حقوق الإنسان، وغير آبها بمحكمة العدل الدولية ولا بمحكمة الجنة الدولية، لأنها مطمئنة أن هذه المحاكم لن تحرك ساكنا في النهاية أو تفرض عليها عقوبات، ولكن نعول في النهاية على محكمة العدل الدولية وعلى محكمة الجنة الدولية، لأنها السبيل الوحيد الممكن التعاطي معه عن طريق القانون الدولي، دون أن ننسى أن حق المقاومة هو حق شرعي لشعب غزة وأهلها في مقاومة هذا الاحتلال، وإسرائيل مرتاحة فيما ترتكبه من جرائم في ظل التغطية الرسمية الأمريكية والأوروبية لها في هذا المجال، في مجال القانون يتكلم وفي منظومة الأمم المتحدة. أنتقل بسؤال هنا إلى الدكتور محمود الشجراوي المتخصص في الشؤون المقدسية، حياكم الله دكتور محمود. دكتور محمود، يعني وزير خارجية الاحتلال قال أو نفى نية الاحتلال بترحيل أي فلسطيني من قطاع غزة، هل يمكن الاعتماد على مثل هذه التصريحات بانعدام النية للتهجير في هذا المحور الحساس بالذات، أم أن يعني هناك لربما اعتماد على الموقف الدولي الذي سيمنع هذا التهجير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أخي، قطعا هذه التصريحات هي عبارة عن تصريحات كاذبة وتصريحات مضللة. العدو الصهيوني كان واضح من اليوم الأول لهذه المعركة أنه يريد تهجير أهل قطاع غزة، لا يريد أن يبقي غزاوي واحد في هذا القطاع، بل هذا كان أحد الأهداف الاستراتيجية الثلاثة التي أعلن عنها نتنياهو بالمناسبة، إضافة إلى أن الحريديم والمتدينين في هذه الدولة
سواء كان بن غفير أو سموتريتش يعلنونها صراحة أن ليس التهجير لغزة فقط، بل التهجير أيضا قادم على الضفة الغربية. ولذلك العدو الصهيوني يصرح بهذا بكل صلافة يعني. أما السياسيين كوزير الخارجية وغيره فهذا يمكن أن يكذب أو يضلل أو يفتري، لأنه يعني لا يحمل هذه الأجندة، خلينا نقول الوقحة. السياسيين دائما يمارسون ما يريدون بنعومة، ويمكن أن يكذب ويمكن أن يفتري أو يؤجل الإعلان عن شيء، أما الآخرين فهم يعلنون ذلك صراحة. ما تم من إعلان ومن مستويات سياسية إسرائيلية واضح جدا أن أحد أهم أهداف هذه الحرب هي تهجير أهل غزة إلى جزء صغير من سيناء، وليس صحيح إلى كل سيناء، بل إلى جزء صغير من سيناء. والنظام المصري الشريك في هذه المعركة فعلا بدأ يعد سجونا للنازحين الفلسطينيين، والمتتبع لسير المعركة أيضا من شمال غزة إلى وسطها والآن إلى الجنوب، وخليني أقول حشر أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في منطقة رفح لأجل الآن الضغط عليهم لأجل النزوح. طيب ممكن دكتور، عفوا دكتور محمود، يتم ذلك من خلال غدرة، فتح الحدود أو ضرب الحدود بالطائرات ثم قصف المدنيين يعني يذهب الناس نجاة نعم بأرواحهم. دكتور محمود، عفوا، يعني هنا هل تعتقد أن التلويح بأي عمل عسكري في رفح لا يعدو كونه لربما تهديد للضغط على المقاومة يعني إبداء مرونة في ملف المفاوضات، أم أن هناك فعلا مشروع تهجير قائم على قدم وساق؟ أخي عن أي تلويح نتحدث؟ الحرب في رفح موجودة، إحنا لدينا شهداء في كل يوم في رفح، هذه الحرب موجودة، لكن هل ستكون كما يريدها نتنياهو حرب شاملة على رفح، أم أن العالم سيسمح له بضربات ذكية لتهجير سكان رفح بدعوى أنه يريد أن يسيطر ويقوم بتطهير منطقة رفح من قيادة حماس ومن جند حماس كما فعل في الشمال والوسط؟ عمليا ما زالت المقاومة موجودة حتى في الشمال وفي الوسط، والعمليات المتكررة في كل يوم لكتائب القسام بل والموثقة المصورة التي تبثها كل قنوات الدنيا، هذا دليل على أن الاحتلال لم ينجح إطلاقا، لا في تفكيك حركة حماس ولا في إنهاء قدرتها على المقاومة ولا في إنهاء قدرتها على إطلاق الصواريخ، فيريد أن يخرج من هذه المعركة على الأقل بتحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية، وهي إيذاء الحاضنة الشعبية لهذه المقاومة ومحاولة تهجيرها إلى صحراء سيناء. وما الضرب والقصف الذي يمارسه العدو الصهيوني على رفح، وهي المنطقة الآن الأكثر اكتظاظا ليس في غزة فقط بل في العالم. والله أنا بيوصلني بعض الفيديوهات من بعض الأصدقاء في رفح، يعني لا يمكن أن تضيف إلى المكان شخصا آخر، يعني مئات الآلاف من الناس في مكان جدا مضغوط، حوالي 1.5 مليون فلسطيني في 65 كيلومتر مربع، يعني تقريبا في سدس مساحة غزة موجود فيها الآن ثلثي سكان قطاع غزة، وكان قطاع غزة من قبل هو أكثر مكان في العالم كثافة سكانية. فالآن أينما سيضرب الاحتلال سيوقع مجزرة، يعني أي صاروخ بيقع في رفح اليوم بيكون عدد الشهداء ما بين 10 إلى 20 شهيد في كل صاروخ يضربه الاحتلال. طيب أستاذ إياد، هذه المجازر التي يرتكبها الاحتلال في رفح وفي القطاع عموما، كل يوم هناك شهداء وكل ساعة هناك فعليا هناك شهداء، هل تعتقد أن هذه المجازر هدفها الضغط على المقاومة الفلسطينية لإبداء مرونة أكثر في ملف المفاوضات، أم أن هناك تهجير مشروع تهجير قائم على قدم وساق؟ بداية، موضوع مشروع التهجير ما زال قائما، والسلوك الإسرائيلي يؤكد على ذلك، سلوك الاحتلال يؤكد على ذلك من خلال التركيز على المدنيين والوضع الإنساني ومهاجمة وتدمير كافة البعد الحضاري الموجود في قطاع غزة من مستشفيات ومدارس، وحتى عدم إيصال المساعدات، ومحاولة يوميا ارتكاب العديد من المجازر، عشرات المجازر تحدث يوميا سواء في رفح من خلال الطائرات أو المدفعية أو في مناطق أخرى من قطاع غزة. يعني تدمير قطاع غزة بشكل كامل شبه كامل، وتدمير كل
الأمور المتعلقة بالبعد الإنساني والاجتماعي تؤكد على أن الاحتلال يسعى جاهدا لتهجير سكان قطاع غزة، ولا يوجد فلسطيني يشك في ذلك. لكن الفكرة أن الضغط على المقاومة هي بعد لها بعد مرحلي، بمعنى أن يعني الاحتلال يسعى جاهدا إلى إطلاق سراح الأسرى، خاصة أو أسرى أو معتقلي الموجودين لدى المقاومة، لأنه خلال الأربعة أشهر ونيف لم يستطع الوصول أو يحقق هذا الأمر من خلال المواجهة العسكرية أو الهجوم العسكري على قطاع غزة، بينما هو يحاول أن يستغل تلك الظروف الإنسانية والكارثة التي يعانيها السكان في قطاع غزة من أجل إجبار المقاومة على الهدنة المؤقتة، والتي من خلالها يمكنه أن يصل إلى مستوى معين أو عدد معين من الأسرى. وهذا ما تحدث به بالمناسبة رئيس الحكومة الصهيونية نتنياهو، قال بالأرقام لقد حصلنا على عدد كبير من الأسرى خلال الهدنة الأولى، ثم يعني يسعى الآن إلى إخراج أو إطلاق سراح المزيد منهم من خلال التفاوض، مستخدما رفح بشكل مرحلي، مستخدما البعد الإنساني بشكل مرحلي للضغط على المقاومة. لكن مشروع التهجير بشكل عام ما زال قائما، خصوصا أننا نتحدث هنا عن حكومة الحسم، أو تطلق على نفسها حكومة حسم القضية الفلسطينية، حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني. هذه الحكومة عندما جاءت في اليمين الديني الأكثر تطرفا في تاريخ الكيان الصهيوني تبنت هذا الموقف، وما تزال تتبنى هذا الموقف من أجل حسم الصراع مع الشعب الفلسطيني. لذلك لا شك في ذلك، لا شك في أن المخطط التهجير ما زال قائما، والأطراف الإقليمية للأسف الشديد يعني تساعد ربما على ذلك، ربما يصل سكوتها إلى مستوى التواطؤ مع الاحتلال. إذا كنا نتحدث عن أن الدعم الأمريكي الموجه للكيان الصهيوني يصل إلى مستويات مختلفة، سواء على الصعيد المالي أو السياسي أو العسكري أو القانوني، فإن الأطراف الإقليمية أيضا يصلها مساعدات أو توقع اتفاقيات للأسف الشديد لا يتم التركيز عليها. هنالك تبادل مصالح بين الإدارة الأمريكية والأطراف الإقليمية، وظهر خلال هذه الحرب على قطاع غزة شاهدنا صفقات، شاهدنا أموال تقدم إلى أطراف إقليمية مختلفة. هذه الأطراف الإقليمية يعني تواجه هذا الأمر بالصمت، صمتها هذا غير مسبوق وغير معتاد في هكذا ظروف. أيضا على المستوى حتى الأطراف الدولية نتحدث عن صمت صيني، صمت روسي فيما يتعلق، روسيا كانت في بداية الأمر تذهب إلى مجلس الأمن، نحن الآن نتحدث عن صمت دولي شبه كامل، لدرجة أن أهل قطاع غزة ينظرون إلى أنهم شعب يتيم ليس لهم من يناصرهم إلا رب العالمين في هذه المنطقة وفي العالم عموما. وبعض الأحرار للأسف الشديد أصواتهم لا تؤثر بشكل أو بآخر، لذلك الاحتلال يحاول أن يستغل كل هذه الظروف، سواء الظروف الإقليمية والدولية وما يمتلكه من قوة بدعم أمريكي واضح، من أجل الوصول إلى التهجير الذي يسعى إليه. نعم دكتور طارق، يعني جوزيف بوريل قال كما تعلم منذ عدة أيام أن على الدول عدم مناشدة هذا الكيان إسرائيل، وإنما يعني يجب عليهم وقف تصدير الأسلحة إليها لإجبارها على وقف إطلاق النار. هذا التصريح وغيره من التصريحات يعني إلى أي مدى يقوي الموقف الإنساني والموقف القانوني حتى للفلسطينيين بدعواهم لإيقاف هذه المجازر، وإلى أي مدى أيضا يقوي موقف جنوب أفريقيا التي تجرأت ورفعت دعوى ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية؟ يعني أولا منذ بداية العدوان على قطاع غزة وارتكاب العدو الصهيوني لكل هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، هناك جسر جوي يربط الولايات المتحدة الأمريكية بدولة إسرائيل لدعم وتصدير جميع أنواع الأسلحة والصواريخ التي تستعمل في قتل الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى دعم يأتي من دول كثيرة أوروبية وغيرها. مستمر هذا الجسر الجوي وبكثافة وبقوة. ما نسمعه من تصريحات لبعض المسؤولين الأمريكيين أو الأوروبيين بعدم الدعم أو بضرورة وقف أعمال القتال هو يختلف عما يقومون به من تحت الطاولة، وهم يتبعون سياسة النفاق العالمي والدبل ستاندرد، يصرحون بشيء ويفعلون شيء آخر. الدعم الغربي والأمريكي بالذات للكيان الصهيوني بالصواريخ والأسلحة لقتل الشعب الفلسطيني مستمر وبوتيرة قوية.
النقطة الثانية المتعلقة بدولة جنوب أفريقيا والدعوى القانونية التي قدمت بها ضد الكيان الصهيوني، وهناك طلب تقدمت به دولة نيكاراغوا للانضمام لهذه الدعوة. هذا أمر مهم جدا، وبالتالي على كل الدول الموقعة على اتفاقية منع جرائم الإبادة أن تلتزم بهذه الاتفاقية وأن تبادر كناحية من الناحية الأخلاقية والإنسانية إلى الادعاء على دولة إسرائيل، التي هناك كثير من الدول كذلك وقفت معها في وجه هذه الدعوة. ولكن أن تقوم دولة جنوب أفريقيا بهذا التحرك الدولي القانوني المهم هو سابقة مهمة أخلاقية وإنسانية، وكان يجب على كثير من الدول الإسلامية التقدم بها، أو على الأقل مشاركة دولة جنوب أفريقيا بهذا الأمر. في مطلق الأحوال، السياسة النفاق الدولية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الأوروبية في دعم الاحتلال عبر الصواريخ وعبر الأسلحة يختلف عما تقوم به هذه الدول من دعوات للتهدئة أو ما تحاول القيام به. وأما دعوة الكثيرين من الدول الحيادية أو من الشعوب أو من الفلسطينيين لدول أمريكا وغيرها من ضرورة وقف هذا الدعم للكيان الصهيوني، فهي دعوة في مهمة جدا من الناحية الإنسانية والأخلاقية، ولكن الأمريكان والدول بعض الدول الغربية يدعمون الكيان بكل ما أوتوا من قوة، بل هم من يأخذون الضوء الأخضر لاستمراره في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة التي نراها في كل لحظة وفي كل دقيقة على شاشات التلفزة، والتي لا يتأثر بها هؤلاء السياسيون للأسف. نعم أستاذ محمود أو دكتور محمود عفوا، برأيك أين يكمن المخرج مما يحدث الآن من تصعيد إسرائيلي؟ هل يكمن المخرج بالضغوط الدولية أم بالصمود الفلسطيني أم لربما بتحريك ملف المفاوضات أم ماذا؟ أم لربما في الضفة الغربية انتفاضة جديدة في الضفة الغربية أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني هنالك أكثر من مخرج لهذه المرحلة من هذا الطوفان المبارك، والأصل أن يكون أحد هذه المخارج هي الضفة الغربية وال48 اللي ما زالوا حتى الآن حقيقة ردة الفعل الفلسطينية في داخل ال48 وفي الضفة الغربية ما زالت دون المستوى المطلوب لأن تكون مساوية وموازية لطوفان الأقصى الذي أصلا انتصر للضفة الغربية وانتصر للقدس والمسجد الأقصى المبارك. هذا أولا. ثانيا، أحد المخارج المفروض يكون دول الجوار الأردن ومصر، أيضا أن يكون هناك حراك حقيقي يهدد أمن إسرائيل، بمعنى يهدد أمن إسرائيل لتحسب إسرائيل حساب هذه الدول وحساب الشعوب إن طيب. كانت لا تحسب حسابا لهذه الأنظمة. دكتور محمود عفوا، يعني بالنسبة للضفة الغربية، يعني ما هو سبب تأخر الانتفاضة والتحرك بالمستوى المطلوب إلى الآن برأيك؟ هناك أخي 3 أسباب. يعني واضح أن العدو الصهيوني قام من اليوم الأول لمعركة طوفان الأقصى بزيادة عدد المعتقلين في الضفة الغربية. يعني لمن لا يعرف، إذا كان عدد الأسرى الفلسطينيين الآن تجاوز 10,000 أسير، فمنهم على الأقل 9,500 أسير من الضفة الغربية. العدو الصهيوني دائماً يجز العشب في الضفة الغربية من خلال زيادة عدد المعتقلين، هذا أولا. ثانيا، الضرب بيد من حديد في الضفة الغربية ووجود العدو الصهيوني على الأرض أيضا بغض النظر عن منطقة A أو B أو C، كل مناطق أوسلو أصبحت الآن مستباحة. 3، الأجهزة الأمنية الفلسطينية العميلة التي هي جزء من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتي تقوم بخدمة الاحتلال وبدور لا يقل سوءا عن ما تقوم به الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وإلا الأصل إذا كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية هذه فلسطينية ووطنية فينبغي أن تكون الأسلحة التي بين يديها والتي يزيد عددها عن 70,000 قطعة سلاح أن تكون كلها مقاومة وكلها موجهة إلى العدو الصهيوني، والحقيقة أنها موجهة إلى شعبنا الفلسطيني الذي يعاني الأمرين، من العدو الصهيوني من ناحية ومن الأجهزة الأمنية الفلسطينية العميلة من ناحية ثانية، إضافة إلى التهديدات الكثيرة والخطيرة التي بثها العدو الصهيوني في ال48. فكل من يرسل رسالة على الواتساب الآن مؤيدا لطوفان الأقصى يتم اعتقاله ومحاكمته على الأقل
4 أو 5 سنوات، رغم أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، ورغم أنه منذ عشرات السنين لم نرى عملا عسكريا مساويا للظلم الكبير الواقع عليهم وعلى أهلنا في الضفة الغربية، وقطعا على أهلنا في قطاع غزة المقاوم الذي خاض هذه الحروب نيابة عن كل الشعب الفلسطيني أولا، ونيابة عن الأمة، كل الأمة، ولم يجد حقيقة، لا النصرة الحقيقية لا من الضفة الغربية ولا من ال 48 من الشعوب العربية. في هذا سياق دكتور محمود، يعني بأي سياق يمكن وضع الهجوم الذي وقع بمستوطنة كرياخ ملاخي أو كريات ملاخي؟ ما هي المؤشرات التي يدل عليها؟ هذا الهجوم وغيره من العمليات التي طبعا نحن نثمنها عاليا ونقدر عملها بشكل رائع، هؤلاء كما سماهم العدو الصهيوني ذئاب منفردة، هؤلاء يعني ليسوا على نمط الانتفاضة بحيث أن تكون المدن الفلسطينية كلها تغلي حتى يضطر العدو الصهيوني إلى أن يحسب حسابا للانتفاضة الأولى والثانية التي عاشها في عام 87 إلى عام 2000 كذلك حتى عام 2005. هذه الانتفاضات التي أذاقت العدو الصهيوني من خلال العمليات العسكرية والعمليات الاستشهادية، التي أنا أتمنى على علماء الضفة أن يغيروا الفتوى بها لتعود أصلا العمليات الاستشهادية، لأنها هي تمثل الردع الفلسطيني الحقيقي في الضفة الغربية. فترك هذه العمليات الآن أو منع الشباب من القيام بها حقيقة أفقدنا الردع الفلسطيني، وفتح المجال واسعا أمام العدو الصهيوني ليقوم باعتقال كل الشباب وكل من يفكر حتى بإجراء عمل عسكري في داخل الضفة الغربية. نعم، إذن أستاذ إياد، هل تعتقد أن العمليات الفدائية داخل الأراضي، أراضي 48 والضفة الغربية، قد تكون المخرج للضغط على الاحتلال الصهيوني لتخفيف تصعيده في قطاع غزة؟ نعم، العمليات الفدائية أو الاستشهادية في الداخل المحتل هي بحاجة بداية إلى حاضنة شعبية، حاضنة مقاومة. ما فعلته أو ما استطاعت المقاومة في غزة فعله خلال العقدين الأخيرين أنها شكلت حاضنة مقاومة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. لذلك صدر أمس تقرير عن أجهزة الاستخبارات الصهيونية أو أحد المؤسسات التابعة لها، يؤكد على أن استبدال حركة حماس في حكم غزة مسألة ليست سهلة، وما يعيق العملية أصلا في رفح العسكرية هو هذا البعد، أن الاحتلال يسعى إلى استبدال هذه الحكومة أو استبدال وجود حركة حماس على الحكم في غزة بطرف فلسطيني آخر متعاونا على يشبه ذلك الطرف الموجود في رام الله. والسبب في ذلك يكمن في أن الحاضنة الشعبية التي شكلت في قطاع غزة للأسف الشديد لا يوجد لها ما يشبهها في الضفة الغربية أو في أراضي 48 أو الأراضي المحتلة، وهذا السبب يؤثر بشكل سلبي. يعني نحن نتحدث اليوم بعد أكثر من 4 أشهر على العدوان على قطاع غزة، إلا أن التفاعل الفلسطيني في الداخل الفلسطيني وفي الضفة الغربية لم يرقى إلى المستوى المطلوب، وأن كل ما يحدث من عمليات مباركة في النهاية هي تبقى تأخذ بعد فردي أكثر من بعد منظم، وهذه العمليات لا تجد لها صدى بشكل واسع ومأمول في الوسط الفلسطيني أو الأوساط الفلسطينية في هذه المناطق خصوصا، وأن السلطة الفلسطينية سعت إلى تدجين الشعب الفلسطيني خلال تلك العقود، وهذا أثر بشكل سلبي سواء على الضفة الغربية أو حتى على إشغال مواطني الشعب الفلسطيني المتواجدين. نحن نتحدث عن نحو 2 مليون فلسطيني تقريبا يعيشون في أراضي الداخل أو في الأراضي المحتلة الفلسطينية. هؤلاء يتم إشغالهم بقضايا مختلفة، يعني نتحدث بشكل، هناك دراسات تشير إلى أن نحو 100 قتيل في كل عام أو يتعرضون إلى عمليات قتل، هناك عصابات منظمة في الداخل الفلسطيني. الاحتلال يعرف ذلك ويسعى ويغذي هذه الأمور ويتغاضى عن تلك الإشكاليات ولا يعطي لها أي بعد قانوني، فبالتالي هذا كله له تأثير سلبي للأسف الشديد على وقوف أستاذ إياد. السلطة الفلسطينية يعني إلى ما الذي يجعلها متمسكة إلى هذا الحد باتفاقيات أوسلو وبالسلام مع هذا الكيان في ظل كل ما يجري من عدوان؟
يعني السلطة الفلسطينية حينما وقعت اتفاق أوسلو في عام 93 كانت يعني في بداية الأمر نجحت بشكل أو بآخر إلى في الـ 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 يعني التواصل مع الشعب الفلسطيني أو التعبير عن الشعب الفلسطيني في مرحلة معينة بعد فشل اتفاق كامب ديفيد 2 في عام 2000، وشهدنا الانتفاضة الفلسطينية الثانية. لكن في عام 2005 حدث تحولات كبيرة وجذرية على مستوى السلطة الفلسطينية وعقيدتها. هذه العقيدة السياسية والأمنية تغيرت بشكل كبير. كان عدد المستوطنين في الضفة الغربية في ذلك الوقت، نتكلم كنا عن نحو 150 ألف مستوطن فقط، الآن نتحدث عن حوالي 900 ألف مستوطن في مناطق الجيم، أغلبهم في الضفة الغربية. في ذلك الوقت كان الجنرال الأمريكي دايتون قد جاء إلى المنطقة وقام بإعادة ترتيب أوضاع السلطة الفلسطينية على المستوى الأمني، فبالتالي بدأت تخرج هنالك العديد من الشخصيات التي بدأت تسيطر على السلطة الفلسطينية، وللأسف الشديد ربطتها بشكل كبير، وأصبحت السلطة الفلسطينية لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعتبر نواة لدولة فلسطينية بقدر ما هي جهاز أمني يعمل من أجل حماية أمن الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية وفي المستوطنات، وهذا ما شجع المستوطنين بشكل كبير على المجيء إلى الضفة الغربية، واعتبار الضفة الغربية أكثر أمنا ربما من تل أبيب. هذا للأسف الشديد كان واضح وله الانعكاسات السلبية الكبيرة على الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في كافة المناطق الفلسطينية المختلفة. أيضا محمود عباس للأسف الشديد الرئيس الفلسطيني أو رئيس السلطة الفلسطينية كانت لديه العديد من الفرص إضافة إلى الفصائل الفلسطينية المختلفة من أجل الوصول إلى مصالحة فلسطينية حقيقية، لكن نحن نتحدث عن أكثر من 17 عاما من التفاوض الداخلي بين الفصائل الفلسطينية، لم تستطع هذه الفصائل. أنا هنا أحمل الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على رأس الجميع هذه المسؤولية، وصول الوضع الفلسطيني الداخلي إلى هذا المستوى، لأنه هذا الوضع الفلسطيني النظام السياسي للأسف الشديد بدأ بنظام أفراد ولم يرتقي إلى مستوى المؤسسة. في نفس الوقت الفصائل الفلسطينية لا تقوم بالتزاماتها ولا تعبر عن الشعب الفلسطيني بشكل كبير. نحن نتحدث عن صراع بين حماس وفتح في مرحلة، الآن نتحدث عن تفكك حركة فتح إلى فصائل مختلفة. حماس حتى هذه اللحظة تمسك بخيار المقاومة وتقوم بواجبها تجاه القضية الفلسطينية خلال الحرب القائمة على قطاع غزة، بينما الفصائل الأخرى لديها مصالح مختلفة، ربما البعض منها يشارك في عملية المقاومة، لكن هذا أيضا لا يصل إلى المستوى المأمول فلسطينيا ولا يعبر عن الشعب الفلسطيني أو الذي يسعى إليه الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه. نعم، إذا نذهب إلى فاصل مشاهدينا ثم نواصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذا أنتقل بالسؤال هنا للدكتور محمود الشجراوي. أستاذ أو دكتور محمود، يعني
هذه الأحداث التي تجري ما بين الضفة الغربية وغزة إلى أي مدى يعني تطرح فكرة أو ضرورة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة ما يخطط لهذا المشروع الفلسطيني برمته، إقامة دولة فلسطينية وتحرير الأراضي الفلسطينية بالأساس؟ يعني الحقيقة هذا السؤال القديم الجديد، واللي هو موضوع الانقسام الفلسطيني إلى أين، والسامع لهذا السؤال دائما يظن أن الفلسطينيين يختلفون على سلطة ولا على كرسي ولا على ملك ولا على رئاسة، والحقيقة أن الخلاف أعمق من هذا بكثير. يعني أنا متشائم من ناحية الانقسام الفلسطيني تماما، لأنني أعلم أن الخلاف بين فتح وحماس ليس خلاف بين فصيلين عاديين، بل إنما هو في خلاف نهج. يعني فتح اختارت نهج الاستسلام وان تكون عميله للسلطه اللي هي اصلا عميله الان للاحتلال الصهيوني، وتقوم بدور الاحتلال. يعني عمليا السلطه الفلسطينيه الان هي تمثل جهازا من اجهزه الامن الاسرائيلي، وهي تمثل وبالا على اهلنا في الضفه الغربيه، اتكلم من ناحيه امنيه ليس من ناحيه الخدمات، يعني عفوا خدمات البلديات ولا الحراسه او الكناسه، لا نتكلم عن هذا ابدا، لكن نتكلم عن الاجهزه الامنيه الفلسطينيه التي اصبحت الان مرتهنه بامر الساسه الفلسطينيين الذين هم منتفعون من كونهم يمثلون السلطه الفلسطينيه التي هي سلطه دايتون عميله لهذا الاحتلال، وهي جزء من هذا الاحتلال. ولو فكرت في يوم ان تغير هذه الشراكه مع الاحتلال، هذا يجعلها منتهية، يعني ينتهوا تماما، هم تخلوا عن برنامجهم المقاوم، فإذا تخلوا الآن عن برنامجهم المفاوض فينتهوا تماما، ولذلك هم ليس أمامهم إلا الاستمرار بالخيانة والعمالة المتمثلة باستمرار المفاوضات العبثية مع هذا الاحتلال. وبالعودة فقط إلى أوسلو اللي كانت في 93، أوسلو أحد مبادئها أنه الدولة الفلسطينية بعد 5 سنوات، ولذلك كان اسمها غزة وأريحة أولا، فيبدو أنه غزة تحررت بفعل المقاومة وريحة ملعونة عند اليهود، فهم لم يأخذوا شيئا ولن يأخذوا شيئا، لأن اليهود غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. طيب دكتور النهج محمود، الآخر هو نهج المقاومة، اسمح لي دقيقة، تفضل. النهج الآخر هو نهج المقاومة الذي تقوده حماس ومعها فصائل فلسطينية أخرى، ولذلك التقارب ما بين النهجين أنا أراه شيء من العبث وتضييع الأوقات أو بيع الوهم للعالم. لا يمكن أن ينتهي هذا الانقسام إلا إذا تخلت فتح عن عمالتها وحملت راية المقاومة، أو لا قدر الله أن تتخلى حماس عن راية المقاومة وتمضي في يعني العمالة للعدو الصهيوني، وهذا طبعا نستبعده 100%. ولذلك أنا متشائم جدا من ناحية الانقسام، لأنه ليس انقساما عاديا، بل هو اختلاف نهجين مختلفين، عميل ومجاهد، كيف يجتمعان؟ طيب دكتور محمود، قد يسأل سائل، إن كان الأمر كذلك لماذا لم يسارع الاحتلال ب يعني تصدير حركة فتح إلى قطاع غزة بتصديرها المشهد السياسي المقبل؟ كان هناك رفض كما تعلم من نتنياهو لاستلام أو لمشاركة أو لأي دور حتى لحركة فتح في قطاع غزة، لأنه هو لا يريد سلطة فلسطينية جديدة في قطاع غزة. المخطط الصهيوني الآن يمثله سموتريتش، ويمثل تشريد الشعب الفلسطيني ونكبة فلسطينية ثالثة بعد عام 48 وبعد أوسلو اللي هي النكبة الفلسطينية الثانية، يراد عمل نكبة فلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سجن صغير في صحراء سيناء، ثم تهجير السلطة الفلسطينية كلها من الضفة الغربية. هذا هو مخطط نتنياهو، والذي لا يفهم هذه النقطة لن يفهم لماذا نتنياهو متعنت جدا في موضوع إيقاف الحرب في قطاع غزة لسببين. السبب الأول لأنه يريد إنهاء قطاع غزة تماما وضمه إلى ما يسمى بدولة إسرائيل، وطرد الفلسطينيين منه إلى سيناء أو إلى أي بلد في العالم يقبل الفلسطينيين، وهو يرحب بهذا، بل مستعد أن يعني يتواسط لنقل الفلسطيني إلى أي دولة أخرى، وثم لينتقل إلى المرحلة الثانية وهي تفريغ ما يسمى عند اليهود بيهودة والسامرة اللي هي أصلا الضفة الغربية. وأي فلسطيني يظن أنه سيقيم دولة في
في داخل فلسطين أو في داخل خريطة فلسطين في الضفة الغربية أو في قطاع غزة دولة ممنوحة من الاحتلال، هذا واهم. هذه الأمور كالدولة والاستقلال لا تؤخذ منح، يعني الاحتلال لن يمنح الفلسطينيين دولة، لأنه يعلم أن الفلسطينيين سيعملون على تحرير وطنهم من البحر إلى النهر، فكيف يمنحهم دولة؟ أو يتكلموا أحيانا عن دولة منزوعة السلاح. طب لماذا لا ينزع سلاح إسرائيل؟ لماذا تكون إسرائيل مسلحة بأعتى سلاح الدنيا، النووي وغير النووي والكيماوي وغير الكيماوي، ويسير لها جسر أسلحة دائم من اليوم الأول لهذه المعركة وما زال مستمرا، بل وليس فقط عن طريق البحر أو عن طريق الجو، بل حتى عن طريق البر من الإمارات مرورا بالسعودية مرورا بالأردن. هذه لعنة عار ليست فقط على الأنظمة، بل على الشعوب التي ما زالت تسمح بمرور الأسلحة أو الأغذية أو الأدوية أو حتى لو المياه إلى هذا الكيان الغاصب المجرد. طيب، أنتقل بالسؤال هنا للدكتور طارق. في ذات السياق دكتور طارق، ما قيمة الدعوات حتى ولو كانت هذه الدعوات أمريكية إلى إقامة دولة فلسطينية في ظل رفض حكومة الاحتلال لهذه الفكرة أساسا؟ دعني أعود بك إلى تاريخ إنشاء دولة ما يسمى الكيان الصهيوني، حيث اشترطت الأمم المتحدة آنذاك حتى تعترف بدولة ما يسمى إسرائيل أن يكون هناك اعتراف تام بدولة فلسطين، أي أن شرط قيام دولة إسرائيل هو أن يكون هناك دولة فلسطينية، ولكن جرى التلاعب آنذاك في الترجمة ولتزوير قرار الأمم المجلس الأمن آنذاك والأمم المتحدة، وتم إنشاء دولة الكيان الصهيوني وبقيت دولة فلسطين التي هي بالأصل دولة كانت موجودة وكانت دولة محتلة من قبل البريطانيين والغرب. وبالتالي الدعوات التي نسمعها منذ سنوات من قبل الأمريكيين أو غيرهم عن ضرورة إنشاء دولة فلسطين، أعتقد أنه كلام هراء، كلام حق يراد به باطل. دولة فلسطين هي دولة موجودة، الشعب الفلسطيني موجود على أرضه، الكيان الفلسطيني كيان لأصحاب الأرض موجود، الشعب موجود، الأرض موجودة، وبالتالي الدخيل الذي دخل عليها هو الكيان الصهيوني. وبالتالي هذا يدعو إلى كثير من التعجب والتساؤل، كيف أن الكثير من العرب والكثير من المسلمين والكثير من الدول والمسؤولين يرددون الترداد اللفظي لكلمة الدعوة لإنشاء دولة فلسطين وكأنها غير موجودة. قرارات الأمم المتحدة التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، قرارات مجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى مجلس الأمن في القرارات الدولية المتعلقة بالشعب الفلسطيني، كلها تؤكد أن الكيان الفلسطيني هو كيان ودولة موجودة. ولكن للأسف نحن كدول عربية ودول إسلامية يعني حتى ليس لدينا ضعف أو عدم ثقة بالنفس فيما نقوم به ونردد ما يطلبه الغربيون. دولة فلسطين هي عضو في جامعات الدول العربية، وبالتالي ما يقال عن الاعترافات بعض الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وضرورة المفاوضات واتفاقيات أوسلو وفصل الضفة عن غزة وضم الضفة إلى غزة وغير ذلك وإنشاء دولة فلسطين هو فقط تضييع للوقت. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني بوجوده في الضفة أو في القطاع وفي الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل هو صاحب الأرض، وحتى في القانون الدولي دولة إسرائيل دولة فلسطين هي دولة موجودة على الواقع. نعم دكتور طارق، ولكن على أرض الواقع يتم التعامل معها على أنها غير موجودة كما تعلم. هذا للأسف من قبل بعض الدول، ولكن هناك دول اعترفت بدولة فلسطين، ولكن من ناحية القانون الدولي أنت تتكلم صحيح عن مجلس الأمن وعن الأمم المتحدة عن الولايات المتحدة الأمريكية عن الدول الخمسة الكبرى، وهذا يعود إلى ضعف الفريق المفاوض الفلسطيني، إلى ضعف الموقف الإسلامي وضعف الموقف العربي الذي يتحمل مسؤولية كبرى في هذا المجال. وبالتالي أعتقد أن ما جرى الآن في غزة ومن مقاومة في غزة ومن استهداف إجرامي مبرمج ومنهج من الغرب مع العدو الصهيوني يؤكد أن هناك عملية تطهير
عرقي وتطهير إثني بالشعب الفلسطيني بإخراجه من أرضه مرة ثانية، وهذا ما يؤكد أبدا أنهم أصحاب الأرض. وبالتالي هذا الأمر يحتاج إلى موقف عربي جامع، لا أن يرتبط بقرارات دولية أو غير ذلك. فلسطين دولة موجودة، الشعب الفلسطيني هو صاحب الأرض، وعليهم أن يأخذوا قرارات باعترافها بهم اعتراف تام. وهناك سفارات في الدول العربية لدولة فلسطين في معظم الدول العربية، والأمر يحتاج إلى موقف عربي جامع لفرض ذلك على الدول الغربية. نعم، ولكن هل ترى ممكن أن نؤمن هذا الإجماع العربي والإسلامي؟ للأسف الموقف العربي والإسلامي لا يرتقي إلى المستوى المطلوب في دعم قضية الشعب الفلسطيني. نعم. أستاذ إياد، يعني عضو بمجلس النواب الأمريكي، يرد على نتنياهو ويؤكد أن حل الدولتين ليس هدية. السؤال هنا، لماذا تصر الولايات المتحدة على التوجه لإحياء اتفاق أوسلو وحل الدولتين برأيك؟ يعني الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن، منذ بداية 7 من أكتوبر وحتى هذه اللحظة تتبنى نفس الموقف إعلاميا، وذلك لأسباب مختلفة. السبب الأول يكمن في أن الحضور الأمريكي الكبير في الشرق الأوسط ينطلق بداية من القضية الفلسطينية، كون دولة الاحتلال هي بالأساس يعني مدعومة أمريكيا ولها ارتباط كبير بالولايات المتحدة الأمريكية. فبالتالي الحديث عن يعني استبعاد الوجود الامريكي من هذا الصراع، من السيطره على هذا الصراع، يضر بالمصالح الامريكيه بشكل او باخر في الشرق الاوسط او بشكل عام خاصه، وان الاداره الامريكيه لها الكثير من المحددات المتعلقه بمصالحها والممرات المائيه في المنطقه. الامر الاخر ان الحديث عن استبعاد اوسلو او خيار امريكي السلام في الخطاب السياسي الامريكي سوف يكون مخالف لمواقف الأطراف الأخرى التي شاركت في هذا الاتفاق، بالإضافة إلى أن الشعوب في المنطقة سيكون لها يعني تأثير بشكل أو بآخر على الوجود الأمريكي أو المصالح الأمريكية في المنطقة، فضلا عن أن إدارة بايدن تدرك تماما أنها مقبلة على الانتخابات، فبالتالي هي تحاول أن تظهر إعلاميا على الأقل، وهذا لا يتناسب مع سلوكها الداعم بكل الأحوال وبكل الأشكال للاحتلال الصهيوني. فهي تدرك أنها مقبلة على انتخابات، وأن هنالك الكثير من العرب والمسلمين سوف يعاقبون بالتأكيد إدارة بايدن خلال هذه الانتخابات، إضافة إلى أنها تضغط على إدارة نتنياهو من ناحية أخرى، بمعنى أن نتنياهو يتمسك بخيار تهجير الشعب الفلسطيني ويحاول الضغط على الشعب الفلسطيني من خلال البعد الإنساني، في حين أن هنالك أطراف هم لا يقلون يمينية وراديكالية عن نتنياهو في إسرائيل، ولكن يمكنهم أن يتعاملوا مع الإدارة الأمريكية بشكل أفضل طيب. وبشكل ربما مقبول بالنسبة لها. لذلك هي تردد على هذه المسألة كونها تدرك خطورتها وتداعياتها، خاصة وأن كافة الأطراف بما فيها الولايات المتحدة يعني تحاول أن تستبعد الحرب الواسعة في المنطقة. طيب دكتور محمود، سريعا لو سمحت لي، هل ترى بالفعل إمكانية إحلال وقف إطلاق النار أو وقف إطلاق نار دائم في غزة، وما هي السيناريوهات المحتملة برأيك؟ الحقيقة أن الوصول إلى وقف إطلاق نار دائم في غزة ممكن طبعا، لكن ليس بشروط نتنياهو. يعني نتنياهو يريد أن ينهي هذه المعركة بإخراج آخر فلسطيني من قطاع غزة، وبتفكيك منظومة الأسلحة لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس، وهو يظن أنه قادر على ذلك. أما عملية إيقاف إطلاق النار، وممكن أن يكون لهدنة طويلة جدا، يعني يمكن هذا ممكن فعلا، ولكن بشروط المقاومة، أن يتم ذلك من خلال فعلا هدنة كافية لإعادة إعمار غزة وللإفراج عن الأسرى مقابل الأسرى، تبييض السجون الفلسطينية في مقابل أسرى الاحتلال، وإدخال ليس المساعدات، يعني إدخال الحياة إلى قطاع غزة. قطاع غزة الآن مكان غير صالح للآدميين للحياة، ولذلك الآن قطاع غزة بحاجة كل شيء، بحاجة بنية تحتية جديدة، بحاجة إعادة إعمار جديد، بحاجة
اتصالات جديدة، مياه جديدة. شكرا حتى الآن أنا لا أعرف ماذا يشرب الناس في داخل قطاع غزة. شكرا جزيلا لك، نسأل الله أن يفرج عنهم. إذا كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الدكتور محمود الشجراوي، أمين قسم القدس في هيئة علماء فلسطين، شكرا جزيلا لك. وعبر سكايب من بيروت المحامي في القانون الدولي الدكتور طارق شندب، شكرا لك أيضا. وعبر الهاتف كان معنا من اسطنبول الباحث في مركز أبعاد للدراسات إياد جبر، أشكركم جزيل الشكر ضيوفنا الأكارم، والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.